للتدول في الآليات القانونية لمكافحة العنف ضد النساء، نظمت التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لدرعا تافيلالت ندوة بالرشيدية تحت شعار من أجل بيئة آمنة لحماية النساء والفتيات من العنف، في إطار الحملة الوطنية 21 لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من أجل ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز علاقات الاحترام المتبادل ونبذ كافة أشكال العنف في حق المرأة. المشاركون ناقشوا أيضا الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على خطورتها وآثارها السلبية على المجتمع ككل، وعلى أهمية حماية النساء والفتيات من العنف في الأماكن العامة من خلال توفير بيئة آمنة، وخاصة الإبلاغ عن جميع أشكال العنف أو التحرش في هذه الأماكن.